واليوم لنتوسع أكثر بالحديث عن اللغة العربية وتاريخها وحضورها بين أبناء جيلنا الحالي، وأبرز ما تتعرض له اليوم مع ضيفتنا بالاستديو وبصباحنا غير الأستاذة بثينة الخير، مندوبة اللغة العربية في مركز تمكين اللغة العربية. صباح الخير أستاذة. يسعد يسعد صباحكم، صباحك. أهلا وسهلا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباحكم يعني مثل ما صباحكم شفنا، خير. شكرا. طب خلينا نحكي، مثل ما شفنا بالمادة طبعا لقينا انه يوم 18 من شهر كانون الاول اختير ليكون عام للاحتفاء باللغة العربية. طبعا خلينا نحكي عن سبب اختيار هذا اليوم وطبعا هو المؤشرات. مراحل اليوم العالمي للغة العربية، عندما أقرت الأمم المتحدة اللغة العربية لغة رسمية في المحافل الدولية، هو كان بهذا اليوم، لكن سبقه مراحل كما رأينا. أما لماذا اختارتها؟ فلأنها لغة حية، لغة لها دور على عبر التاريخ. اختيارها لهذا أو اختيار اللغة العربية لتكون بين اللغات الرسمية الخمس لم يكن عن عبث إطلاقا، وليتنا نفهم هذا، وليتنا نعرفه، وليتنا نؤمن به. يعني لغتنا جميلة، حية، مستمرة، سنتحدث، سيأتي الحديث عنها لاحقا. فلهذا السبب كان في يوم 18 انعقاد المؤتمر، فأقرت هذه اللغة، ومن حق كل إنسان يتحدث بلغته العربية في المحافل الدولية. للأسف الرسميون أو المندوبون أو الممثلون لبلداننا العربية كان بعضهم، سأقول، يتحدث باللغة الأجنبية رغم إقرارها لغة عالمية. نعم للأسف. للأسف أكيد رح نحكي عن تفاصيل الانحدار، خلينا نسميه، باستخدام اللغة العربية في المحافل وبين الجيل الجديد، ولكن خلينا قبل نحكي عن أهمية تطور اللغة عبر العصور وصولا لزمن، عن أهمية اللغة، عن أهمية نحن اللغة وتطورها طبعا عبر العصور نحن وصولا لليوم. نتحدث عن أهمية اللغة. طبعا السبب، اللغة بالتعريف وسيلة تواصل، ليس اللغة العربية وحدها فقط، وإنما أي لغة في العالم هي وسيلة تواصل بين الناس، هي وسيلة للتعبير عن الفكر، عن المشاعر، عن الأحاسيس، عن الواقع، عن التاريخ، عن العلوم، عن الفيزياء. يعني كل من يقول أنا علمي، اختصاصي علمي، لا أريد التحدث باللغة العربية، طيب بأي لغة إذن سيوصل معلوماته؟ صح. العجز الموجود باللغة هو عدم إدراكه لأهميتها ولأثرها في حياته. أولها الشباب. في التدريس يوما ما كنت أسأل هذا السؤال، وماذا سنفعل في اللغة؟ قلت، كنت أجيبهم دائما، لا أحد يعرف من منكم سيكون في مصاف على المنابر يتحدث، إذن هو يحتاج إلى اللغة سواء كان صغيرا أم كبيرا. يعني اللغة هي وسيلة للتواصل، من هنا تأتي أهميتها. الأهمية تأتي أيضا من أنها رمز سيادة للأمة قطعا، والشعوب التي والدول، لن أقول الشعوب، الدول المستعمرة عبر العصور كانت تلجأ، أول ما تلجأ إلى طمس اللغة، طمس اللغة، إلى إخفائها. الأتراك عملية التتريك، الفرنسيين عملية الفرنسة، إلغاء اللغة الرسمية بهدف معين وهو طمس هذه الهوية. سئل أو أحد ملوك الصين، أحد ملوك الصين سأل الفيلسوف كونفوشيوس، أريد أن أنهض بأمتي، أن أنهض بالصين. قال له، عليك بإصلاح اللغة، هذا هو الأساس. في قول لمصطفى صادق الرافعي يجدر بنا أن نقرأه الآن، طبعا هناك أقوال كثيرة جدا بهذا المجال. يقول مصطفى صادق الرافعي، ما ذلت لغة شعب إلا ذل وذل،
ولا انحطت إلا كان أمره في ذهاب وإدبار، ومن هذا يفرض المستعمر لغته فرضاً على الأمة المستعمرة ويشعرهم بعظمته فيها، فيحكم عليهم أحكاماً ثلاثة في عمل واحد. فأما الأول فحبس لغتهم في لغته سجناً مؤبداً، وأما الثاني فالحكم على ماضيهم بالقتل محواً أو نسياناً، وأما الثالث فتقييد مستقبلهم في الأغلال التي يصنعها، فأمرهم من بعدها لأمر تبع أو تبقى. نعم أستاذة بثينة، هذا هو الواضح. يعني إذن اللغة من هنا تأتي أهميتها، هي رمز سيادة، رمز هوية، رمز شخصية، رمز ذات، وهذا يفرض علينا الاهتمام بها بكل شيء عم تمثله اللغة العربية. وطبعا السوري دائما مميز بين البلدان العربية حتى بقوة اللغة العربية تبعه، لكن اليوم جيلنا، جيل مواقع التواصل الاجتماعي، دخلت اللغة الإلكترونية أيضا، اللغة البيضاء، اللغة السهلة واللغة الأجنبية، بنلاقي أنه صار في كلمات أيضا جديدة على اللغة العربية. هذا عادي. نعم، خلينا نحكي اليوم عن التحديات اللي عم تواجهها اللغة العربية. كيف فينا فعلا نحافظ عليها ونحافظ على جيل يتقن اللغة العربية بشكل كتير منيح؟ أولا نعرض الواقع، اللغة متطورة قطعا، يعني عندما لغة اليوم ستتناول معطيات، لأن اللغة متصلة بالواقع، متصلة بالتاريخ، متصلة بالعلوم، هذا قطعا. فلغة اليوم ستتناول ما هو معطى اليوم. أنا لا أستطيع أن أتحدث عن حروب داعش والغبراء والحرب على سوريا، أنا سأتناول المفردات الموجودة اليوم. إذن هي متجددة، متوالدة، مرينة، متطورة. لا متوالدة، متكاثرة، تتكاثر، يعني تخترع مسميات جديدة للمعطيات الجديدة. هذا شيء طبيعي، كانوا يحاربون بالسيف وعلى الخيول، اليوم بالطائرات، بأنواع من الطائرات، اليوم يحاربون بالمدافع، أسماء يجب أن تولد، فهي متجددة إذن ومتوالدة. هذه نقطة. إذن كيف تكون اللغة؟ اللغة مواكبة والتطور مفروض. الشيء الثاني، لغة العلم حتما، العلم يفرض نفسه عفوا صح، وله مفردات، أسماء علم فلتكن، مسميات جديدة. لكن المراد الآن هو مواكبة هذه العلوم. هل لغتنا تواكبها؟ نقاط عدة سأطرحها. في البداية تحديات عندنا، هناك تحديات داخلية وتحديات خارجية. التحديات الخارجية وما أكثرها، هناك رغبة في طمس هويات الشعوب، الدول كلها، هذا موضوع نسلم به، لكن هل نستسلم له؟ هنا نقطة. الموضوع الداخلي، كيف تم الغزو بالواقع الذي نحن فيه؟ عن طريق الوسائل الإعلام، أولها عرض مسلسلات غزو فكري وثقافي، فإذا بنا نعتز بما هو ليس لنا، نفخر به، نعرضه، نلبسه، نتغنى به، نمتلك ألفاظه، نجعلها وسيلة من وسائل الكلام لدينا. هذا ما يؤسفني في الواقع الداخلي، أن الشباب يعتمدونه. يعني بكل بساطة الأم تقول لابنها بونجور، بونسوار، ولا تقول له صباح الخير مثلا. على الإذاعات، بالوسائل الإعلام، والمهمة الكبرى بوسائل الإعلام، لأنها هي القريبة من الشعب. طيب هل هناك دولة أجنبية تقول على شاشتها أو عبر إذاعاتها مفردة أجنبية، هل تحيي شعبها، أبنائها، أطفالها بلغة غيرهم؟ هل تقول لهم صباح الخير مثلا؟ بالصين هل يقولون على شاشاتهم تحية غير تحية الصينية؟ لماذا نحن نستعمل ونكون فخورين أننا نلفظ
لأنها أكثر دلعاً يعني، لا أدري لماذا. فمشكلة الشباب لدينا لا يجدون الجمال بلغتهم، وعندما يستمعون إليها من الآخرين يجدونها جميلة، إيقاعها جميل. سأذكرهم بقول بشار بن برد: يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة والأبل العين أحيانا. اللغة الجميلة قريبة إلى القلب، قريبة إلى الأذن. أصلا الطفل لا يهدأ إلا إذا سمع صوتا حنونا، صوتا لطيفا، صوتا عذبا. هذا أقل ما يمكن. أضف إلى ذلك التحديات الداخلية. سنمشي في سوريا كلها، دمشق، اللاذقية، طرطوس، حمص، أسماء المحلات، أسماء القنوات، أسماء الإذاعات بالأجنبية. لماذا؟ لماذا؟ أنت تقولين نحن في سوريا نتميز بلغتنا، نتميز بها على الصعيد الرسمي، هذا صحيح، لكن على الصعيد الشعبي أعتقد هناك رفض، وهناك من يتمنى أن لا يتعلم هذه اللغة. هناك اتهامات وجهت لهذه اللغة بأنها صعبة، وبأنها مستحيلة، وبأنها عاجزة، وبأنها كل هذا من وسائل الحروب على هذه اللغة. لكل لغة مصاعبها. وعند المتبحر يرى أن اللغة العربية أسهل من الصينية والهندية واليابانية حتى والإنجليزية. نعم. أستاذي خلينا هيك شوي، بما أنه عم نحكي عن اللغة العربية، اللغة العربية، يعني في خلينا نروح شوي ونغوص بالمناهج المدرسية. نعم. يعني خلينا نحكي بشقين، بشق يعني ما رأيك بتطوير المناهج، والشق الثاني انه صار في دخول لغات تانية كثيرة. طب اذا انا بدي طور ابني او بدي خليه يحفظ هي الكلمات الجديدة على ابنه، طيب ما بدي في الصبح اقول له بونجور، او ما بدي في الصبح اقول له جود مورنينج، كيف انا بدي طورها على على السمع، هي تتاخذ عليه. خلينا نحكي بعد اذنك شقين السؤال، رأيك بالمناهج وايضا استخدام اللغة الثانية تطويرها أو خليها تنزرع أكثر بمخ الأولاد بدون استخدامها بالحياة العادية. نعم. نعم. فيه ميزة لتعليم اللغات الأجنبية. نعم. أنهم يصرون على استعمال آداب المحادثة. صح. آداب المحادثة تبدأ بالتحية، تبدأ بالاعتذار، تبدأ بالاستئذان، سوري مثلا. نحن لا نقول آسف، لا ندربه على آداب المحادثة، كيف يحيي قبل البدء بالكلام، إذا أخطأ يعتذر، إذا قصر يتأسف، إذا أراد أن يخرج يطلب الاستئذان، من فضلك مثلا، كلمة جميلة، عن إذنك، كلمة جميلة. طيب لماذا أقول بليز؟ طيب لماذا أدربه على بليز ولا أدربه على تسمح؟ أيهما أفضل؟ أيهما أجمل؟ تسمح، ما راح لن اقول لن اطلب، تسمح لي، تسمح لي، يعني كلمه لطيفه قريبه الى الاذن، وقعها جميل. هذا من اداب المحادثه لا ندربه عليها. ان كان في المدرسه، هي من اخطاء المدرسه والتعليم وضروره الارتقاء بالمعلم وبالمناهج التعليميه، ان لا يقبل المعلم من المتعلم الا ان يمارس هذه الاداب في حواره معه. أستاذة وسينا، بس المناهج بفترة ماضية عملت ضجة. نعم. بين المواطنين السوريين، هل أنت كعضو بلجنة تمكين اللغة العربية اطلعتوا على هي المناهج؟ نعم. على القصائد المطروحة للأطفال؟ نعم. كيف فينا طيب نساعد هالأطفال فعلا يتمكنوا من اللغة العربية؟ وحكي لنا رأيك. نعم. تطوير المناهج ضرورة، هذا ضرورة لابد منها، يعني نعم. تفرض نفسها دائما وابدا وكل فتره من الفترات. اثناء الحرب، لا ادري، يعني هي ثقافه الشباب للاسف، يعني انا اشعر بالحزن عندما ارى مستوى اللغه ينحدر الى ان نختار للاطفال كلمات دون المستوى المطلوب، وهناك ما هو افضل بكثير وعن نفس الواقعة ونفس الموضوعات. طيب اذا لماذا الجأ الى تسخيف اللغة؟ هناك عدة عوامل.
أول عامل ممكن اختيار المؤلفين لم يكن بالمستوى المطلوب، أنا ورأيي شخصي من مستوى يعني لم تكن هناك معايير لاختيار المؤلفين، كان في استسهال كمان بيخصف. كان في لا أدري هو السرعة، هو استسهال، هو عدم خبرة في الميدان. الفرق ما بين اللغة التعليمية واللغة المحلية، القرب من الواقع مطلوب لكن ليس إلى مستوى الانحدار إطلاقا. أتحدث عن الفلاح، أتحدث عن الألعاب، عن دميتي، أتحدث عن الألوان، لكن بمستوى جميل يعني بمستوى مقبول. فهنا أنا ألقي اللوم في البداية على المؤلفين الحقيقة كانوا أو على من اختار لجان التأليف. لجان التأليف لم تكن بالمستوى المطلوب للأسف، لا من حيث الانتقاء ولا من حيث المقدرة اللغوية ولا من حيث صوغ السؤال ولا من حيث تحديد الهدف، ماذا تريد من هذه المناهج. وبعدين صاروا فورا يمكن من صف نعم. الأول بيعلموا القواعد مدري شو أيامنا كان يعني طبعاً خطوة طبعاً بخطوة. هذا لا يجوز إطلاقا. أنا في المراحل الأولى أعلمه الأساليب النطق السليم طبعا طبعا. للأسف هذا أيضا خطأ المعلمين. المعلم يقول أنا أدرب أعلم الطفل فعل أمر مبني على السكون. طيب هذا مصطلح لا يجوز أن يقبل من المعلم أن يلفظه أصلا إلا للمرحلة الثانية يعني للمرحلة الإعدادية. للأسف نحن نعلمه نقول لهم فعل الأمر لكن ليس لكي يقال إلى الطفل وإنما لكي يميزه في أذنه، أن أعطيه كلمة اقرأ مثلا أو اكتب، هو يفهم أنها بلهجة الأمر لكن أنا ليس مطلوبا مني أن أطالبه بالأمر، أن أطالبه نعم بأفعال بكلمات بمفردات تثري زاده اللغوي، فيقول اشرب العب ارسم، كلها هذه أفعال أمر دون أن يدري أنها فعل أمر، فيفرق بين رسم وارسم وأكتب. هذه أخطاء التدريب، ومن هنا نقص التدريب للمعلمين أو الاعتماد على النظريات أكثر من الواقع. نعم أستاذة بثينة، يعني نحن متشكرك كثير على كل هالمعلومات، وفينا نقول يوم 18 من شهر كانون الأول هو يوم تمكين اللغة العربية والاحتفاء باللغة العربية، إن شاء الله بنشوف هاليوم في احتفاء أكثر بسوريا بتقديم فعاليات ونشاطات أخرى. نعم. تغني اللغة العربية. شكرا لوجودك معنا وعلى كل المعلومات اللي عطيتينا إياها. أهلا بكم وشكرا لكم، وأتمنى أن تبدأوا الحملة من الإخبارية السورية التي هي شعارنا وهدفنا، ويكفي ما بين فتح الكلمة ضبطها بالفتحة وبين الكسرة تصبح تنتقل إلى لغة أرقى. نعم. هذا صحيح. كتير مهم. حملات لا للألفاظ الأجنبية لا للتسميات الأجنبية في هذا اليوم، أرجو أن يرفع هذا الشعار. نعم. حقيقة يعني تنفيذا لما لاهتمام السيد الرئيس باللغة العربية خصص لها لجنة لمتابعتها، ونرجو من الإعلام الذي هو مقصر في هذا المجال أن يتابع هذا الموضوع، وتنشيط الحملات لا في الإذاعات لا في وسائل الإعلام لا للألفاظ الأجنبية لا للهجات المحلية. شكرا لك. شكرا لحضرتك أستاذي، نحن كثير بدنا نشكرك، وإن شاء الله هيك دائما اللغة العربية بتطور دائم وبتكون يمكن هي أريد أن أفيدكم. لغة صمدت لتتصدى أو تصدت عبر العصور للغزو المغولي، للغزو التتري، للغزو الفرنجي، للغزو التركي، للغزو الاستعماري، صمدت في وجههم وظلت حية ستبقى حية. شكرا اللغة لك. التي ولدت حية ستبقى. نعم. حية. شكرا لك أستاذة بثينة.